الله أكبر. كم حصل في هذه الليالي من تائبين؟ كم حصل فيها من منيبين ومن مقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كم أقبل فيها على القرآن تلاوة وتدبرا وسماعا وتأثرا وبكاء؟ كم حصل فيها من بر وإحسان وبذل وإنفاق وسخاء وعطاء وإقبال على أنواع الخيرات؟ كم حصل فيها من كف للنفس ومنع لها من أمور ربما أنها اعتادت عليها، ربما أنها كانت تظن أنها لا تنفك عنها؟ فجاء شهر الخيرات، شهر البركات، فأعطى النفوس رياضة على الخير وأخذها بزمام التقوى الذي هو الحكمة من مشروعية الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يثمر تقوى الله سبحانه وتعالى. انظر سبحان الله حال المسلم في رمضان، كيف أنه أمضى نهاره صائما ممسكا مانعا نفسه من مشتهياتها ومبتغياتها ومألوفاتها ومحبوباتها في الوقت الذي هو لا يطلع عليه إلا الله، لا يراه أحد من الناس، ولو طعم أو شرب ربما ما علم به أحد وظن أنه من الصائمين، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، فتتهذب نفسه ويتربى قلبه على تقوى الله ومخافة الله والامتناع عما يغضب الله سبحانه وتعالى.